عمر ماساتهم يتجاوز الأربع سنوات، وحيدون دون ظهر ودون طرف، منفيون في تعز وعالقون في عواصم العالم. جرحى تعز الذين قدموا أغلى ما يملكون دفاعاً عن الوطن وعن تعز ضد ميليشيا الحوثي، وضحوا بأطرافهم من أجل الشرعية التي لا تزال تتفرج على معاناتهم، ما دفعهم للخروج سلمياً للمطالبة بأبسط حقوقهم. واليوم تستكثر حكومة الشرعية عليهم ثمن العلاج، ويتم التحكم بمصاريهم والعبث ومستحقاتهم وعرقلة مخصصاتهم من قبل متنفعين ونافذين يحولون دون علاجهم ويعملون على زيادة معاناتهم. في شوارع تعز خرجوا على عكازة القهر، رافعين مطالب تتمثل برفع المعاناة عن الجرحى بالداخل والخارج، ومساواتهم بزملائهم من الجرحى في بقية المحافظات المحررة، مستغربين من تعمد إهمال قضيتهم من قبل الرئاسة والمالية والسلطة المحلية ومحور تعز. هذا الخذلان من قبل السلطة الشرعية، من قبل السلطة المحلية ومن قبل الحكومة لجرحى تعز الذين قدموا أجزاء من أجسادهم للدفاع عن الشرعية. نحن نتساءل لماذا هذا الخذلان لهم؟ وأمام مقر المحافظة يتساءل الجرحى عن محافظها الغائب وعن قيادة السلطة المحلية، لكنهم كالعادة لا يجدون غير الوعود التي تتكرر مع كل اجتماع رسمي. هذه المرة أتت الوعود من الحكومة التي عقدت لقاء مع السلطة المحلية، انتهى بالتوجيه باعتماد 500 مليون ريال بشكل عاجل لعلاج جرحى المحافظة. قصة جرحى تعز تحمل في جزء منها وجود شبكات فساد داخل الشرعية تعرقل وصول مخصصات الجرحى إلى مستحقيها، فضلاً عن إهمال يراه متابعون متعمداً في سياق معاقبة تعز التي لا تزال صامدة ضد كل المشاريع اللاوطنية. إلا أن الجرحى وهم يناضلون من أجل نيل مطالبهم العادلة مصرون على عدم نسيان قضيتهم الوطنية استعادة الدولة.